نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة وتطورات ملحمة طوفان الأقصى. ينضم إلينا مشاهدينا في هذه التغطية من غزة مراسل الميادين الزميل أكرم دلول، سيكون معنا أيضا الكاتب والمحلل السياسي السيد ثابت العمور، ومن واشنطن الخبير بالشؤون الأمريكية السيد سعيد عريقات. نرحب بكم جميعا ونبدأ من الميدان من الزميل أكرم دلول. أكرم، كانت في الساعات القليلة الماضية غارات وحشية وصفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في بيوتهم. ماذا في تفاصيل تلك الغارات؟ أيضا ماذا في تفاصيل الشهداء والجرحى؟ يعني وما زالت محمد بالتأكيد هذه الغارات تتواصل وبشكل عنيف على مختلف أرجاء قطاع غزة. آخر هذه الغارات ارتقى فيها 15 شهيدا من عائلة واحدة في منطقة خربة العدس إلى الشرق من مدينة رفح. سوت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية هذه البناية السكنية على رؤوس من فيها، وهناك حديث عن عالقين ما زالوا تحت الأنقاض. كذلك في رفح تم استهداف يعني برج المصري، وهو من أحد الأبراج الكبيرة في المدينة. تم استهداف تحديدا الطابق العلوي من هذا البرج. هناك عدد من الإصابات كذلك في المناطق المجاورة، على اعتبار أننا نتحدث عن استخدام إسرائيل قنابل يعني خارقة للحصون باتجاه هذه المناطق السكنية والمدنية في خان يونس وفي غزة وفي شمال غزة وفي الوسطى. الغارات تكاد لا تتوقف، نتحدث عن عشرات المنازل فقط هذه الليلة سويت بالأرض على رؤوس ساكنيها، وبالتالي عدد الشهداء يبدو كبير. هنا على الأقل يعني أكثر من 100 شهيد خلال الساعات الاثنتي عشر الماضية نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظة الوسطى من قطاع غزة، وهي بالمناسبة واحدة من المناطق التي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة. وبمعظم الشهداء يدور الحديث عن أنهم من المناطق الشمالية من قطاع غزة، وكذلك من مدينة غزة، ممن جاءوا وشردوا نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم، وبالتالي هم عبارة عن مواطنين نازحين شردتهم آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية. أتوا إلى أماكن ظنوا أنها قد تكون أكثر أمنا، ولكنهم استشهدوا على وقع هذا العدوان. الخطير خلال الساعتين الأخيرتين أن القصف المدفع الإسرائيلي يشتد يعني شيئا فشيئا على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب. هناك قذائف تتساقط بين منازل المواطنين تحديدا شرق رفح وخان يونس وكذلك مخيم المغازي، بالإضافة إلى غزة وشمالها. والمعلوم بأن هذه القذائف يعني تطال بشكل عشوائي منازل المواطنين الآمنين، بما فيها منازل هذه المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية التي نؤكد على الدوام أن الاحتلال يضلل العالم بشأن اعتبارها مناطق آمنة حقيقة. ويعني الوضع هكذا يبدو، ألا مكان آمن في غزة، الكل في دائرة الاستهداف الإسرائيلي سواء. وأنا أتحدث إليك، نعم، هناك طبعا طلعات مغيرة الآن للطائرات المقاتلة، يبدو أنها ستشن المزيد من الغارات الجوية على يعني أهداف مختلفة. القصف إذن هو جوا وبحرا وبرا بلا توقف. دعني أتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع الإنساني المتفاقم في غزة. هناك يعني خاصة في ساعات الليل اشتداد يعني لبرودة الحرارة، الحرارة طبعا يعني تتدنى بشكل كبير. نحن نتحدث عن قرابة نصف مليون فلسطيني هجرتهم إسرائيل بفعل القصف للأحياء السكنية وكذلك لبيوتهم. هؤلاء جميعا ما زالوا يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بلا أدنى مقومات الحياة. هم خرجوا من بيوتهم يعني حفاة عراة إنجاز التعبير أمام هذا العدوان والتغول والبطش الإسرائيلي، وبالتالي المأساة تتفاقم ساعة بعد الأخرى، ولا سيما في ظل منع إسرائيل إدخال أي من المستلزمات اللازمة لهؤلاء، وفي ظل تجديد الحصار والخناق على قطاع غزة تزامنا مع هذا القصف الجنوني الذي يتعرض له القطاع والذي ما زال يحصد في طريقه أرواح المزيد من الأبرياء. حتى الآن لا ماء ولا كهرباء ولا اتصال ولا أي من خدمات يعني يمكن أن تقدم للناس هنا في غزة. المشهد حقيقة قاس، الأطفال يعني
للأسف الشديد يفترشون الأرض كما أشرت ويلتحفون السماء حتى في شوارع يعني وأزقة قطاع غزة، وكذلك في المدارس الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. هناك حقيقة يعني حالة من الغضب على دور وكالة الأونروا التي يقول الفلسطينيون في غزة أنها تخلت عن مسؤوليتها وباتت تتواطأ مع هذا المسلسل الإرهابي الإسرائيلي، وبالتالي كان يفترض بها بحسب ما يجمع يعني الفلسطينيون ومعهم الفصائل أيضا أن تقوم بتحمل مسؤولياتها وأن تعمل على إغاثة هؤلاء اللاجئين والنازحين الذين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية. فيما يتعلق أخيرا بالوضع الصحي، ما زال على حافة الانهيار، بل ودخلت بعض المشافي بالفعل حالة الانهيار المحقق أمام نقص الأدوية وكذلك المستهلكات الطبية في ظل هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى وعمليات القصف المستمرة والمتزامنة في وقت واحد، وكذلك في ظل نفاذ معظم الأصناف الدوائية الخاصة حتى بحالات الإسعاف والطوارئ. أنت باقي معنا الزميل أكرم دلول بهذه التغطية، بالتأكيد سنتابع معك التطورات أول بأول. هنا نسأل الأستاذ ثابت العمور الكاتب والمحلل السياسي من غزة، هذه السياسة الإسرائيلية التي وصفها ونقلها الزميل أكرم دلول قبل قليل أنه لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة، الشائعات كثيرة، الاحتلال يشيع أنه هذه منطقة آمنة ثم يقصف هذه، وشاهدنا المذبحة والمجزرة التي حصلت في المستشفى. بالتالي إذا كان المراد من ذلك هو ترهيب أهالي قطاع غزة وبالتالي يدفعون للخروج خارج فلسطين أساسا، ما مستقبل هذه السياسة طالما هناك تفاعلات وهناك جديد بهذا الملف وهناك رفض واضح؟ يعني هو هناك جديد وهناك قديم. الجديد هو هذه التداعيات المتداعيه التي افضت اليها معركه طوفان الاقصى على صعيد الوعي وعلى صعيد التداعيات العسكريه والاستخباراتيه لدى كيان الاحتلال. هذه عمليه غير مسبوقه في تاريخ كل الحروب والمعارك التي طرها كيان الاحتلال، وبالتالي لا زال هناك بالفعل صدمه، ولا زال هناك انفلاق، ولا زال هناك سوء تخطيط، ولا زال هناك سب كبير من الاهداف التي يسعى جيش الاحتلال الى بعض. اما القديم فهو انه منذ 75 عاما والاحتلال يوغل في دماء الفلسطينيين، وهناك محرقه وهولوكوست مستمر منذ العام 48 باختلاف الادوات، بمعنى قبل 75 عام كان اطلاق الرصاص واخراج المدنيين المواطنين من بيوتهم وصفهم على الجدران ثم اطلاق النار عليهم أمام نسائهم وأمام أطفالهم، هذا أمر لم يتوقف. الآن تطور الأمر، أصبح يحتاج إلى حاملات طائرات، يحتاج إلى قنابل أمريكية ذكية، يحتاج إلى غطاء أو إلى ضوء أخضر أمريكي لارتكاب هذه المجازر. نحن لا نريد أن نكون شعوب لها ذاكرة السمكة. الاحتلال استخدم التصفير الأبيض في مدارس تدفع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 2014، ذهب إلى استهداف الأراضي السكنية ودون سابق انذار، وفي عام 2021 ذهب إلى اغتيال صحفي سليم أبو عاقلة في جنين. وبالتالي القضية أنه هذه المحرقة وهذا الكلام لم يتوقف ولن يتوقف، ولكنه هذه المرة محكوم بجنون بعصابة. أخي العزيز، الدول لها قواعد قانونية ناظمة لإجرامها ولعلاقاتها في سلم الحرب. هذه المجموعة، هذه المافيا، هذه العصابة التي تصنع القرار في تل أبيب الآن لم تلتزم لا بالحد الأدنى للمعارك ولا يعني الاستخدام المتوازن للقوات ولا حتى للجانب الإنساني ولا الأخلاقي ولا لأي شيء في الدنيا. وبالتالي هي يعني هناك حالة من الجنون لا يمكن وصفه إلا بالجنون، الذي يستخدم هذا الكم من الغارات الجوية والطائرات الأمريكية والقنابل الذكية في مساحة لا تتعدى أكثر من 150 كيلومتر مربع، في مساحة لا يتعدى عرضها من 7 إلى 12 كيلومتر مربع، حشر فيها أكثر من 2 مليون نصف إنسان. قام بعملية خديعة بصراحة فيما يتعلق بأنه طلب من سكان قطاع غزة الشمال التوجه إلى الجنوب، وأثناء توجههم قام بقصف الشاحنات
التي تقتل هؤلاء المواطنين، وقتل في ضربة واحدة 70 مواطن. غض الطرف للمجتمع الدولي والضوء الأخضر الأمريكي أفضل لكيان الاحتلال بالذهاب إلى ارتكاب جريمة غير مسبوقة، وجريمة من شقين. الشق الأول أن تقوم بقتل 500 إلى 800 شهيد في ضربة واحدة في خلال أقل من 20 ثانية في مكان له حصانة. الحصانة الأولى أنه مستشفى يعالج فيه الزخم، وهذا له حصانة. ثم أنه مستشفى يخضع لكنيسة، أي لدار عبادة، وهذا أيضا له حصانة. ورغم ذلك ذهب نتنياهو ومجرمي الحرب معه إلى هذه الجريمة النكرة وغير مسبوقة. أستاذ سعيد عريقات من واشنطن، هذا الذي يعني يتم الحديث عنه هو يجري بضوء أخضر أمريكي، بل بدعم أمريكي مطلق. هل كان على الولايات المتحدة أن تظهر بمظهر آخر، على أقل تقدير أمام الشعوب العربية والرأي العام العربي، أن تظهر بمظهر الوسيط على اعتبارها هي راعية لما يسمى بالسلام وحل الدولتين، من دون أن تبدي كل هذا الانحياز وهذا الدعم لإسرائيل ومع ارتكاب هذه المجازر بل وتغطيها؟ أولا تحية لك وللزميل أكرم وللزميل ثابت، وتحية للشعب الفلسطيني المقاوم الصامد والمجد للشهداء. أولا الولايات المتحدة هي تاريخيا منحازة بشكل كامل إلى جانب إسرائيل، يعني يجب أن لا يكون لدينا أوهام عن الموقف الأمريكي أو الموقف الغربي. هم الذين خلقوا هذا المونستر، هذا الكيان، ويدعمونه منذ اللحظة الأولى، ودعموه كي يقوم ويتواجد على أنقاض الفلسطينيين وعلى جماجمهم. فإذا ليس هناك غرابة، الولايات المتحدة تتشدق بحل الدولتين أو أنها وسيط وإلى آخره، لكن في كل مواجهة تقف بشكل كامل إلى جانب إسرائيل دون تردد. يعني عندما تقول أن لدى إسرائيل حق الدفاع عن النفس، هي تقول أن من حق إسرائيل أن تفعل ما تشاء وبأسلحتنا وبأموالنا وبدعمنا الكامل وبحماية حاملات الطائرات المتواجدة على الشواطئ. نقطة تحت الصفر، هذا ما تقوله. وربما عند البعض سقطت ورقة التوت يوم أمس عندما رفض العاهل الأردن ملك الأردن والرئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية أن يلتقوا مع الرئيس الأمريكي بايدن، ووقف جنبا إلى جنب مع مجرم حرب معروف وهو بنجامين نتنياهو، وقال له أنه ليس هناك أي مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بمعنى أنا ندعمكم بشكل كامل. فإذا أي أوهام لدى أي من العرب أن الولايات المتحدة أو الغرب سيتخذ موقفا منصفا من القضايا الإنسانية ومن التحديد من القضية الفلسطينية، هذا لن يحدث، لم يحدث في السابق ولن يحدث في المستقبل. إذا ما نراه أو ما رأيناه يوم أمس خاصة عندما قصف المستشفى، وبعد ذلك خرجت الولايات المتحدة وبررت ورددت الرواية الإسرائيلية بأن هذا القصف نتج عن صاروخ من أحد الفصائل الفلسطينية، وهي كذبة كبرى، لأن هذا القصف معروف، البصمة معروفة تماما، هي قذائف أو صواريخ جي دام التي تطلق أو من طائرات F-16 و F-35 وليس أي شيء آخر، لكنها تكذب حتى لا ترفع الاستثنائية عن إسرائيل وحتى تعطيها المجال لتستمر في هذه المجزرة. وكما قال الزميل ثابت، الهدف هو دفع الشعب الفلسطيني لمغادرة أرضه، أي حدوث نكبة ثانية. أستاذ سعيد، كل هذا الدعم الغربي الأمريكي الأوروبي لإسرائيل واضح، لكن فكرة السؤال لماذا لم يكن تحت الطاولة في الغرف المغلقة مع الزعماء العرب بصورة مباشرة، على اعتبار البعض منهم ليس لديه مشكلة بذلك حتى، لكن أن يتم الاصطدام بالرأي العام العربي
وهو غاضب الآن جراء كل هذه المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتغطي أمريكا إسرائيل بهذا الشكل، ألا يشكل ذلك خسارة استراتيجية للولايات المتحدة؟ في المدى المنظور نعم، يعني ليس في المدى المباشر. الولايات المتحدة حاولت أن تفعل ذلك، حاولت أن تقنع الحكومة المصرية أو الرئيس المصري بقبول ملايين مليون فلسطيني أو إلى آخره، وفق ما قيل حسب تقارير إعلامية، مقابل ربما شطب الديون وإلى آخره، أو حاولت إقناع العاهل الأردني أنه ممكن إرسال مليون. لكن حقيقة هذا أمر صعب جدا، لا يقبل به، لا تقبل به هذه الأنظمة، ولا تقبل به الشعوب العربية، ولن يقبل به الشعب الفلسطيني. في النهاية الرقم الصعب هم الفلسطينيون، هم لن يقبلوا بأن يهجروا مرة ثانية. فنظرا لكل ذلك، ونظرا لحالة الغضب المستعرة في الشارع، ذهبت من الغرف السرية التي تكلمت عنها وتحت الطاولة إلى الحديث في العلن، وبالتالي أوراق الولايات المتحدة حاليا مكشوفة، مكشوفة تماما في دعمها. وأنا أعتقد أن كان هناك حالة من الهلع بسبب حجم ودقة وأثر عملية المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم 7 أكتوبر التي هزت الكيان ودفعت الولايات المتحدة لإرسال حامل الأطار والآخرين كي تقول نحن هنا لنحميكم، وخرجت إلى العلن أنها تؤيد على الأقل مرحليا انطلاق أو تحرك المواطنين من الشمال إلى الجنوب. فكان هذا واضحا، وفي تقديري تم سحب هذه الورقة من أيديها. واضح الآن، نستطلع ما نقلته أو قالته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث قالت أن وزير الأمن يوآف جالانت تحدث عن إمكان وجود جبهة إضافية في الشمال. ووفقا لقناة كان، فإن جالانت حذر خلال جلسة تتعلق بالاستعدادات لحالات الطوارئ من أن حزب الله لديه قدرات أكثر بعشرة أضعاف من حماس، طالبا من مسؤولين في الحكومة على العمل من أجل تعبئة المخازن واستكمال العتاد والاستعداد للجبهة الشمالية. طبعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا أكد مع نظيره البريطاني غرانت شابس أن إرسال الولايات المتحدة وبريطانيا تعزيزات عسكرية إلى المنطقة يهدف إلى منع المزيد من زعزعة الاستقرار. الوزيران شددا خلال اجتماعهما في البنتاغون على أن إعادة نشر معدات عسكرية في المنطقة تعد رسالة واضحة لردع من سماهم لويد الجهات المعادية من محاولة إراقة المزيد من الدماء أو تصعيد هذه الحرب. بناء على توجيهاتي تستمر المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل في التدفق كسرعة الحرب. لقد قمنا بتوجيه المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS دوايت أيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث ستنضم إلى USS جيرالد فورد ومجموعتها الضاربة. هذه التغييرات في قوتنا ووضعنا ترسل إشارة واضحة لردع الجهات المعادية من محاولة إراقة المزيد من الدماء أو تصعيد هذه الحرب. وقد أرسلت المملكة المتحدة رسالة مماثلة من خلال نقل الأصول العسكرية البريطانية، بما في ذلك مجموعة عمل تابعة للبحرية الملكية، إلى المنطقة لردع المزيد من العدوان. إنهم يكرهون أسلوب حياتنا، ونحن نقف معا كدول مستعدة لوضع أموالنا في مكانها الصحيح وإرسال الأصول إلى المنطقة. وبطبيعة الحال مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الخاصة بكم في طريقها إلى الوصول، وقد أرسلنا مجموعة البحرية الملكية من جهتنا. طبعا هذا، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جنرال أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي غير قادر على العمل في عدة جبهات في أنحاء العالم. الجنرال المتقاعد دون بولدوك أكد أن هناك تدهورا في قوة الجيش الأمريكي في ظل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي جعل الجيش ضعيفا وفقيرا جدا من ناحية القوة البشرية بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يعاني صعوبة في جذب مجندين أو في الحفاظ على جنوده، كما يعاني مشاكل لوجستية تمنعه في الوقت نفسه من خوض الحرب
في عدة جبهات بآن واحد. طبعا في العراق أيضا هناك مواقف مهمة، حيث أعلن الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني في مقابلة على شاشة الميادين أن المقاومة في العراق دخلت المعركة بتوجيه ضرباتها في القواعد الأمريكية في العراق، على اعتبار أنهم شركاء أساسيون في قتل أبناء غزة. نستطيع القول إننا منذ اليوم بدأت عمليا المقاومة العراقية، المقاومة الإسلامية في العراق في الدخول إلى معترك هذه المعركة، في هذه الحرب، وبدأت بتوجيه ضرباتها باتجاه القواعد الأمريكية. ما أعلنته اليوم المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه ضربتين أساسية لقاعدتين مهمة بالنسبة للأمريكان، هي قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير في شمال العراق، هي بداية لهذه الحرب وبداية لهذه المعركة ضد الوجود الأمريكي. قطعا لن تتوقف، قطعا ستستمر، قطعا بوتيرة أعلى، وقطعا ستكون هنالك مزيد من هذه الضربات إلى أن يتوقف القصف على غزة ويفتح الحصار بشكل كامل. الحسيني أشار إلى أن العمليات ستستمر بعد تحقيق أولى الإصابات في الضربات، مؤكدا أن المقاومة لديها الإمكانيات لإخراج الأمريكيين من العراق. قطعا لن تتوقف، قطعا ستستمر، قطعا بوتيرة أعلى، وقطعا ستكون هنالك مزيد من هذه الضربات إلى أن يتوقف القصف على غزة ويفتح الحصار بشكل كامل. نحن اليوم في مرحلة لدينا القدرة على ضرب كل القواعد الأمريكية لمواجهة الأمريكان، لإخراج الأمريكان، بل لملاحقة الأمريكان وإصابة أهداف خارج العراق سواء كانت في سوريا أو في مناطق أخرى. اعترفت القيادة الأمريكية الوسطى بوقوع إصابات قالت إنها طفيفة في صفوف قوات التحالف خلال هجوم الطائرات المسيرة غرب العراق. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أنها هاجمت قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار بطائرات مسيرة انتقاما لغزة، وأكدت أن واشنطن شريكة أساسية في قتل أبناء القطاع، محملة الولايات المتحدة عواقب هذا العدوان الإسرائيلي. بالعودة إلى ضيوفنا إلى غزة، الأستاذ ثابت العمور، نسألك ما أهمية توسيع المواجهة مع أمريكا على اعتبار ما جرى في العراق هو استهداف للقواعد الأمريكية، يتصل بما يجري في غزة وأيضا على جبهة شمال فلسطين المحتلة وفي الضفة حتى؟ نعم، سؤال مهم وسؤال مركزي ويحيلنا إلى قراءة المشهد بصورة أعمق. أولا هذا السؤال يفسر لماذا هذا الاهتمام وهذه الأولوية وهذه الزيارة للرئيس الأمريكي قيام ما حدث أفسد كل الحسابات. نتائج عملية طوفان الأقصى ستؤدي إلى إعادة كل الاستراتيجيات العسكرية في المنطقة. هذه غزة التي لا تتعدى مساحتها الإجمالية 365 كيلومتر مربع محاصرة، يعد فيها الأنفاس لطائرات الاستطلاع ولتدفق وبحصار وحتى المواد التي يمكن أن تدخل في صناعات عسكرية ممنوع دخولها. أحدثت هذه الصدمة، أحدثت هذه المعادلة ما جزء الاحتلال، وأخرجت فرقة غزة المكلفة بحماية المستوطنات في خلاف غزة من الخدمة. إذا ماذا عن السيناريوهات الأسوأ؟ ماذا عن البعبع الموجود في شمال فلسطين؟ ماذا عن حزب الله؟ ماذا عن إيران؟ ماذا عن وحدة الساحات التي تحدث في محور المقاومة؟ وبالتالي من المهم جدا يا أخي العزيز، واحد من أهم الأسباب التي تعيق الهجوم البري رغم 10 أيام وأكثر من 11 يوم على وقوع معركة طوفان الأقصى، ما يعيق الهجوم البري هو خشية قيام الاحتلال من انكشاف جبهته في الشمال لحزب الله. بالتالي هو يخشى الدفع بمزيد من الجنود والدبابات والمدرعات في حدود قطاع غزة ويقع بين فكي الخماسة، المقاومة الفلسطينية في الجنوب في قطاع غزة ومقاومة ونيران حزب الله التي بدأت بالمناسبة بمشاغلة هذا العدو. هناك كابوس حقيقة لا يراد تكراره، بمعنى هذا الوجود الأمريكي وهذا الموقف الأمريكي هو يريد طمأنة تل أبيب ويريد تمرير الردع ويريد ألا تتكرر سيناريوهات معركة طوفان الأقصى على جبهة حزب الله.
أو على الجبهة الإيرانية أو حتى على جبهة الضفة الغربية. ألا ترى أستاذ ثابت بأن هذا المخطط الأمريكي معقد وصعب إلى حد كبير؟ يعني يريد أن يحصل على كل شيء في الوقت الذي أمريكا هي ليست في أفضل حالاتها أساساً. أمريكا ليست في أفضل حالاتها وهي مرتبكة مثلما الاحتلال. هذا الاحتلال، هذا الكيان، نتنياهو كان يهدد بضرب إيران، فإذا به لا يستطيع حماية جبهة مستوطنات ثلاث قطاع غزة، علما بأن نتنياهو وحكومة اليمينية المتطرفة قد جاءت بأجندة أمنية بحتة. فإذا به هذه الهزيمة الأمنية والاقتصادية وحتى الخسائر، أخي العزيز، تداعيات عملية طوفان الأقصى لن تتوقف حتى وإن توقفت الحرب أو توقفت الاشتباكات. هؤلاء المستوطنين الذين غادروا أو نزحوا من مستوطنات غلاف قطاع غزة لن يعودوا إليه. الاقتصاد الإسرائيلي لن يستطيع تحمل تبعات هذه الحرب إذا استمرت. الصورة كيان الاحتلال في عواصم التطبيع أيضا لا يمكن ترميمها. هذه الجرائم لا يمكن لكيان الاحتلال أن يفلت منها. بالتالي سيناريو قطع جبهة العراق، جبهة اليمن، جبهة غزة، جبهة الضفة الغربية، جبهة الداخل الفلسطيني المحتل، الجبهة اللبنانية، هذه كلها واردة. جزء من حالة الأرداف، جزء من التدافع الغربي، جزء من زيارات وزراء الدفاع ووزراء الخارجية والمستشار الألماني ووزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي، وهذه الجولات المنطقية جزء مركزي من هذه الحركة. نعم. هو ألا يحدث سيناريو مماثل لما حدث في غزة على ساحة من الساحات. وكأنه يقول، يعني تصور أنهم ذهبوا إلى مجرد الردع، هم لا يريدون، يخشون من تكرار معركة طوفان الأقصى على ساحة لبنان أو ساحة إيران أو الساحة اليمنية. اسمح لي أيضا أن أسأل الأستاذ سعيد عريقات، لأنه في الشرق الأوسط واضح هناك مصالح أمريكية ممتدة في دول كثيرة، هذه الدول أيضا بها حركات مقاومة، وبالأساس هي لديها وجود، لديها مشكلة مع الوجود الأمريكي في العراق مثلا، وبدأت هناك ضربات، وفصائل المقاومة تقول نحن في المعترك ارتباطا بما يحصل بغزة. بالتالي ماذا ستفعل الولايات المتحدة إن تصاعدت الضربات أكثر ضد مصالحها نتيجة هذه السياسة المتبعة ضد الفلسطينيين؟ أنا أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة في التوقعات فيما ستفعله الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة عسكريا في المنطقة منذ عشرات السنوات، ونحن كلنا نتذكر، أو على الأقل أنا أتذكر، عندما كانت مدمرة نيوجيرسي الأمريكية بمدفعياتها ذات 16 بوصة تضرب بيروت ليلا ونهارا. فليس هناك جديدا في الوجود العدواني الأمريكي في المنطقة. نتذكر أيضا عام 83 عندما أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرتين أو ثلاث طائرات أمريكية، وأخذت أسيرا طيارا أمريكيا. فإذا يعني هذا السيناريو أعتقد أنه مخطط لترهيب المقاومة، كما قال وزير الدفاع أوستن، من أجل ردعهم، ردع هؤلاء الذين يفكرون وإلى آخره. هذا الكلام أو هذا الخطاب هو للتخويف، لكن التخويف ينجح بقدر ما يخاف أو تخاف المقاومة من هذه التهديدات. أنا أعتقد، ونحن نأخذ المقاومة على حد قولها، بأنه في حال حدوث هجوم أرضي سيكون هناك مشاركة من قبل كل أطراف محور المقاومة أو من أطراف محور المقاومة، وهذا حقيقة هو ما يخيف الولايات المتحدة وما يخيف إسرائيل. يعني فهم ينظرون إلى أن حركة حماس تمكنت من ضرب 15,000 عسكري إسرائيلي موجودين في فلسطين المحتلة في غلاف غزة، ولم يتمكنوا من فعل شيء. ذكر الزميل ثابت، ذكر فرقة غزة التي مخولة بالدفاعات والتجسس وإلى آخره، ولم تتمكن أن تفعل شيء. ونحن ندرك تماما أن المقاومة تمكنت من ضرب هذه المواقع العسكرية. وأنا سمعت اليوم رئيس وزراء إسرائيل السابق أهود باراك على CNN يتحدث عن القدرات التي أظهرها مقاتلو حركة حماس، وأنهم أخذوا معهم العديد
من السجلات والكمبيوترات والفايلات وإلى نعم. آخره. أستاذ سعيد، ذلك ملفات هو واضح في السابع وغيرها، واضح في السابع من أكتوبر فاز. لو سمحت، لو سمحت لي بكلمة بسيطة جدا. فإذا الولايات المتحدة هي تحسب حساب دخول المقاومة، خاصة المقاومة اللبنانية، لأنهم يقولون أن قدرة حزب الله هي 10 أضعاف قوة حماس، وبالتالي هم هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه تحديدا، ويعني فقط بالتعليق. هو واضح في أحداث السابع من أكتوبر من فاز بالضربة الأولى هو الفلسطيني، لكن الآن الرئيس جو بايدن، يعني نريد فقط أن نفهم مستقبل السياسة الأمريكية المنظور، لأنه الرئيس بايدن يقول يعني إذا دخل حزب الله الحرب، نحن يعني إذا هو ابتدأ الحرب نحن سوف لن نرسل قوات أمريكية. هذا على عكس الكلام الأمريكي الواضح في الأيام الماضية. هناك تراجع إلى حد ما حتى في تبني الرواية الإسرائيلية في المذبحة التي حصلت في المستشفى. هذا على أي أساس؟ حتى هذه اللحظة ليس هناك تراجعا في تبني الرواية، لأنه في اللحظة التي يتم فيها التراجع، أو في اللحظة التي تقول فيها الولايات المتحدة قد تكون إسرائيل وراء هذه الضربة، معناته هي رفع الاستثنائية التي تعطيها لإسرائيل. وفي حالة رفع حالة الاستثنائية هذه أو التي تتمتع بها إسرائيل، يصعب حمايتها. أنا في تقديري أن 2000 جندي لن يغيروا شيء. نعم، وضع الجيش الأمريكي الآن ليس مثل السابق، علما بأن قدراتها التدميرية لا زالت قائمة، ولديها العديد من الأساطيل وحاملات طيب. الطائرة. أستاذ سعيد، أسف على المقاطعة، لكن كيف 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 تقرأ يعني الحديث الأمريكي؟ بايدن مع نتنياهو يقول الجانب الآخر هو من استهدف المستشفى بالطائرة في طريق العودة، يقول بانتظار التقارير ولسنا متأكدين. اولا، عندما نزل في المطار في إسرائيل، هو قال ليس الطرف الآخر، بل قال الفريق الآخر. وانا في تقديري نعم، وهو يعني وكأنه فريق رياضي، يعني هو عندما قال الفريق الآخر، مجرد نطقه لهذه الكلمة يعني حقيقة أنها ملفقة. ليش؟ لأنه لو كان واثقين أنه وراها الجهاد أو وراها حركة حماس، لسمعت من الإدانات ما شئت، ولسمعت لها أول وليس لها آخر، وهؤلاء القتلة الذين يقتلون أبناء شعبهم كما يقتلون الإسرائيلي، وإلى آخره من هذا الكلام. فأولا يعني دليل أنه اختار هذه الكلمة الفريق الآخر، من وجهة نظري والمحللين الآخرين، أعتقد أنه يحاول أن يضع يعني سياق لتحميل المسؤولية للفلسطينيين. بعد ذلك قال أن المعلومات التي وصلتني من البنتاغون أو من وزارة الدفاع تشير إلى أن الفلسطينيين هم اللي وراها، لأنه نحن عندنا ستلايت وعندنا كذا ولا آخره. لكن أيضا هذه كذبة، لأنهم لو كانوا صادقين يرسلون فرق التفتيش التي تعاين وتأخذ عينات، فورنزك بسميه باللغة الإنجليزية، بمعنى أخذ العينات لتحديد حقيقة ما جرى. كما شرحت أنا في البداية، طبيعة الضربة تشير تماما، البصمة هي بصمة صواريخ جي دام المستخدمة من قبل طائرات F-16 أو F-35. طيب، وسائل إعلام إسرائيلية هذه يعني عكست المخاوف في وزارة الأمن من إمكان فتح جبهة إضافية أيضا في الشمال، نتابع. وزير الدفاع جالانت شارك في نقاش يتعلق بالاستعداد لحالات الطوارئ، وتحدث إلى المشاركين عن إمكانية وجود جبهة إضافية أيضا في الشمال، وقال إنه يجب الاستعداد لاحتمال فتح جبهة في الشمال، وحذر من أن حزب الله لديه قدرات أكثر بعشرة أضعاف من حماس، وطلب من مسؤولين في الحكومة العمل من أجل استكمال مخازن وعتاد والاستعداد على الجبهة الشمالية. الجهات المشاركة في هذه الجلسة خرجت قلقة وقالت إن هناك حاجة إلى العمل على نحو مبكر من أجل استكمال النواقص، لكي لا نرى صورا كالتي شاهدناها في الجنوب وأسوأ منها. سيد ثابت العمور، أسألك بخصوص ما يعني اختتمت به الصوتية، هل يمكن
إذا استمرت هذه المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أن تستفيق إسرائيل على صدمة ثانية كصدمة 7 أكتوبر، طالما هناك تهديد كبير من جبهات أخرى، ومنها بالمناسبة يعني جبهة الضفة المشتعلة، وفي الساعات الماضية كانت هناك الكثير من الاعتقالات وأيضا حتى الاشتباكات. وفق المعطيات بات من السهل جدا، بات من السهل جدا أن تتكرر صدمة معركة حصن الأقصى، لأنه حدثت في الجبهة أو في الساحة الرخوة، الساحة التي يفترض بأنه يمكن تحييدها، ساحة قطاع غزة. ماذا عن ساحة لبنان؟ ماذا عن ساحة الضفة الغربية التي هي بالمناسبة مشتعلة، والتي أحد الحوارات التي تدور في الكواليس أن نتنياهو أخرج كتيبتين من فرقة قطاع غزة وذهب بهما إلى الضفة الغربية كي يمر عيد العرس أو يوم الغفران كما يسمونه بهدوء ودون توترات، وبالتالي هو يخشى وكان يخشى من جبهة الضفة ومشاغلتها. وبالمناسبة مقلقة جدا واستنزفت قدرات كبيرة جدا لكيان الاحتلال، وأفضت إلى تآكل وضع كل القدرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لكيان الاحتلال في الضفة الغربية. وبالتالي الأمر يعني ربما بحيثيات مختلفة، بمعنى ربما بهجوم مختلف، ربما عملية استشهادية، ربما تمكن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من تصنيع صواريخ، وهي قد بدأت بتصنيع عبوات ناسفة، ربما بتطور نوعي أو بتطور ما تصبح أو تعاد نفس السيناريو ويتكرر في جبهة الضفة الغربية، هذا أمر وارد. لكن برضو تبقى الساحة الفلسطينية ساحة لا يمكن أن تفضي إلى هزيمة استراتيجية، أو لا يمكن أن تكون مقلقة، لا يمكن تعديدها، يمكن استيعاب ضربتها، بخلاف ساحة لبنان. العزيز تخيل لو دخل حزب الله في جبهة الشمال والمقاومة الفلسطينية في غزة والمقاومة في الضفة الغربية، سيصبح هذا الثالوث، سيطلق هذا الثالوث تماما على كيان الاحتلال. هذا هو ما يفسر هذا القلق الغربي والأمريكي والمصارعة لزيارة تل أبيب من أجل الردع. لا تل أبيب ولا واشنطن زاهدة في دماء المسلمين والعرب في المنطقة، رأينا في أفغانستان، رأينا في العراق، رأينا في الناتو ماذا فعل في ليبيا، رأينا كل الجرائم على مدار التاريخ. ما يعيد انحياز واشنطن حد التدخل المباشر والقتال جنبا إلى جنب مع جنود الاحتلال هو خشيتهم من فتح الجبهات. هناك مؤشرات كبيرة جدا وغير مسبوقة في خطاب الدبلوماسية الإيرانية. ومن قال أستاذ ثابت، هي أيضا معادلة وخطرة، ومن قال وجود الولايات المتحدة سيردع باقي الجبهات؟ طبعا هو هناك بالتأكيد خطة كما بات معلنا من قادة يعني المقاومة، هناك خطة موضوعة والخطة تسير كما هو مخطط له، فبالتالي هذه الجبهة تدخل هذه لن تدخل، هذا مو شغلنا الآن. لكن من قال وجود الولايات المتحدة هو فعليا يخيف ويردع باقي الجبهات؟ على الإطلاق، بل بالعكس، أنا ألحمح أن هناك تراجع في الإدراك الأمريكي. بايدن تورط الإدارة الأمريكية في الحيازة إلى تل أبيب التي باتت سفاراتها وقواعدها العسكرية في مرمى النيران. حتى الانحياز الأمريكي لتل أبيب له محددات، له ضوابط، لا يمكن أن يتماهى حتى تهديد المصالح الأمريكية. هناك 14 مواطن أمريكي قتلوا في المعركة في حصن الأقصى، وهناك مثل هذا العدد أصل لدى المقاومة الفلسطينية، وعلى بايدن أن يستعيد، وعلى بايدن أن يقدم إجابات الرأي العام الأمريكي. بالأمس هوجمت السفارة الأمريكية في لبنان، وهوجمت في اليمن، وهوجمت في بغداد، وبالتالي حتى يعني الوجود الأمريكي أو الحياد الأمريكي أصبح مضبوط. بايدن جاء إلى تل أبيب ليقول بأنه لو لم تكن هناك إسرائيل كنا بالإحتراق، ثم عاد وقال لا، وجودنا وتحريك قواتنا لا يعني أن القتال بجانب تل أبيب، ولا يعني أننا سنقتل في المعركة، ولكن لحتى لا يتم تصعيد الاشتباك، حتى نمنع صعد الاشتباك، ما يعني أنه يريد تحييد الجبهة الإيرانية والجبهة حزب الله على الأقل. أستاذ سعيد، يعني تحدثنا بهذه المواقف الأمريكية، طبعا ضف عليها في اليوم الأول عندما تحدث الرئيس بايدن عن قضية قطع رؤوس الأطفال، ثم بعد ذلك
بهذه تراجع وقال اعتمدنا على تقارير من مستشاري نتنياهو أو من تل أبيب، واليوم في المؤتمر الصحفي عاد وتبنى هذا الموضوع، هذا التذبذب وهذا التبدل في المواقف الأمريكية. يعني يدفعنا للسؤال، هل الولايات المتحدة تدير الآن اللعبة في إسرائيل انطلاقا من مصالحها أم من مصالح إسرائيل؟ الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل أهم من أهم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وبالأساس خلقت إسرائيل لتحقيق هذا الهدف، سواء عن طريق بريطانيا أو من ثم تبنيها من قبل الولايات المتحدة ودعمها. الولايات المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي اعترفت بإسرائيل، فهي ستدافع عنها قدر الإمكان. ونحن كما قلت نتذكر تماما ماذا حدث لدى اجتياح بيروت عام 1982 وما جاء بعد ذلك، وإرسال قوات المارينز إلى لبنان ومن ثم ضربهم من قبل المقاومة اللبنانية ومن ثم خروج القوات الأمريكية والاعتماد على المدمرة نيوجيرسي وغيرها والطائرات. إذن هناك يعني هناك خلفية، هناك سجل. أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول ترهيب وإخافة وتخويف قوى محور المقاومة أو أطراف من محور المقاومة، أملا أن لا تتوسع المعركة. هم يتمنون أن تستفرد إسرائيل بحركة حماس، ويعتبرون أن بإسرائيل بإمكانها أن تحقق أهدافها عبر إخلاء شمال القطاع وترحيل الناس إلى الجنوب أو ترحيلهم إلى سيناء أو إخراجهم من فلسطين بشكل كامل. التجربة في غزة ستقود إلى تجربة مماثلة في الضفة الغربية، تهجير والتنظيف العرقي للفلسطينيين من كل فلسطين. هذه هي الرؤية المثالية بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإسرائيل، لكن طبعا الواقع يختلف تماما. نحن نرى أن حركة حماس تمكنت من 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 ضرب إسرائيل ضربة قوية شبيهة بالنكسة التي تعرض لها العرب عام 1967، فهي نكستهم حقيقة، قد لا يتعافون منها على الإطلاق أو يحاولون التعافي منها، فهم لا يزالون في وقع الصدمة والذهول. والآن نرى أن هناك قصف جنوني، الهدف منه هو إخلاء القطاع، هو إجبار الناس على الرحيل أو إشعارهم بأن ليس هناك أي مكان آمن، تستطيع إسرائيل أن تضرب في كل مكان. طيب. المستشفى ليس آمن، مدارس لا شيء آمن. لا يوجد متر واحد في قطاع غزة آمن، هذا واضح. نعم. وإسرائيل تتحدث، يعني قادة الاحتلال يتحدثون عن ستكون حرب طويلة، ستكون حرب مختلفة، مع أنه إسرائيل لا تتحمل الحروب الطويلة، لكن هذه المرة الوضع مختلف. جيد، ماذا لو اتخذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الدخول بريا لقطاع غزة؟ هل ستبقى حرب طويلة أم ستحسم سريعا؟ نحن نتذكر ماذا حدث عام 2014. إسرائيل بعثت بقواتها وكان هناك مقاومة قوية جدا في الشجاعية، كلنا يتذكر ذلك. في الشجاعية سقط لقوات الاحتلال حوالي 52-51 جندي في المعركة الشرسة، فهي تنظر إلى هذا الواقع. أنا أعتقد أن هذه المرة ستكون المعركة أكثر شراسة، هم سيحاولون الوصول إلى وادي غزة. أنا في تقديري لن تتمكن إسرائيل من القيام بذلك، لأنه حقيقة واضح تماما أن تلك القوات التي كان من المفترض فيها أن تدافع عن أمن إسرائيل وتدافع على فلسطين المحتلة عام 48 فيما يسمى بغلاف غزة لم تتمكن من ذلك، بل يبدو أنها انهارت بشكل سريع ولم تتمكن من القيام بذلك. المعركة الطويلة لإسرائيل شبه مستحيلة، بمعنى أن إسرائيل تعتمد على الاحتياط، هناك حوالي 300,000-400,000. هؤلاء هم الذين يديرون البلاد. الوضع الاقتصادي الإسرائيلي ينهار بسرعة كبيرة جدا، ولا تستطيع أن تتحمل أن يبقى كل هؤلاء
على حالة التأهب أو موجودون في غلاف غزة أو يدخلون إلى المعركة، فستحاول حسمها بشكل سريع. لكن كما تعلمنا سواء من عام 82 عندما قامت المقاومة الفلسطينية بشكل باسل وتمكنت من وقف التقدم الإسرائيلي على بيروت ومحاور بيروت، سنرى أن الشيء ذاته سيحدث في طيب. غزة. أستاذ سعيد، اسمح لي أن ننتقل إلى مراسلة الميادين الزميلة نسرين سلمي من رام الله، وهناك تطورات كانت في الساعات الماضية، تطورات مهمة في الضفة الغربية نطلع عليها معك نسرين، تفضلي. صباح الخير. قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لأكثر من مدينة فلسطينية أثناء ساعات فجر وليل وهذه الليلة، من بينها اقتحام مخيم نور شمس في كفر الكرم، قامت بتجريف شوارع المخيم، اندلعت مواجهات عنيفة في داخل المخيم، الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع. قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل عنيف باتجاه المواطنين مما أدى إلى استشهاد أحد الشبان في المخيم، بالإضافة إلى أن الشباب استهدفوا قوات الاحتلال وآلياته بالعبوات محلية الصنع مما أدى إلى تدمير إحدى الآليات العسكرية. قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات داخل المخيم قبل أن تنسحب. الحال نفسه شهده مخيم أدهيش في بيت لحم الذي اقتحمته قوات الاحتلال في ساعات فجر هذا اليوم. الشباب اشتبكوا معها بالحجارة بالرصاص، كان هناك مواجهات عنيفة داخل المخيم مما أدى إلى أيضا ارتقاء شهيد في داخل مخيم أدهيش. وأيضا في بلدة النعيين كان هناك اقتحام للبلدة في النعيين غرب رام الله، اقتحام للبلدة، محاولة لتهديد أحد المنازل بالهدم. الشبان أيضا تصدوا لقوات الاحتلال التي فتحت الرصاص باتجاههم مما أدى إلى ارتقاء شهيد. وفي ساعات ليل أمس أيضا كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين في منطقة بيت إيل إلى شمال من مدينة رام الله، اعتدوا على أحد المواطنين في قرية دورة القرع إلى شمال من مدينة رام الله وأطلقوا الرصاص باتجاه أحد المواطنين مما أدى إلى إصابته برصاصة بالرأس، وأعلن عن استشهاده على الفور. طبعا جنود الاحتلال منعوا الأهالي حتى من الاقتراب من المكان وتركوه بالقرب من أحد الجبال عيون المياه في المنطقة، وبعد ذلك طبعا تم نقل جثمانه إلى المشفى وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق. قوات الاحتلال أيضا شنت حملة مداهمات واعتقالات في مدينة رام الله في الخليل في منطقة طرقونية إلى الغرب من الخليل، قامت بمداهمة البلدة واعتدت على بيت عزاء كان نظمه أهالي البلدة إسنادا للعمال الذين طردتهم إسرائيل، عمال غزة الذين طردتهم إسرائيل من مناطق عملهم، ذهبوا إلى منطقة طرقونية. أهالي المنطقة تضامنا معهم نظموا لهم بيت عزاء لمن فقد منهم من ذويهم في القطاع. قوات الاحتلال داهمت بيت العزاء وطردت من فيه ولاحقت العمال بهدف عملية اعتقال. طبعا الشباب تصدوا لها هناك واستمكنوا من مساعدة عمال غزة على مغادرة المكان، ولم تتمكن إسرائيل إلا من اعتقال أحدهم في المنطقة. شكرا جزيلا لك يا الزميلة نسرين سلمي على هذه المعلومات، مراسلة الميادين في رام الله. أستاذ ثابت العمور، في غزة جيش الاحتلال هدد يعني بقصف في 3 أبراج في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ومن المفترض أن يتم إخلاء بعض العائلات، بمعنى أنه هذه السياسة الإسرائيلية واضحة جدا في الضفة الغربية، تضييق واعتقالات إلى حد كبير جدا. في غزة أوضح من الواضحة كل هذه المجازر وهذا القصف العشوائي على المدنيين، هل هذه الطبيعة هي انتقامية أم هو هذا الهدف الاستراتيجي الذي تبحث عنه إسرائيل؟ لأنه المعلن هو القضاء على حركة حماس وتهجير أهالي قطاع غزة، كيف يمكن أن تقرأ هذه الضربات العشوائية التي تودي بحياة المئات مرة واحدة؟ هناك مجموعة من المحددات، المحدد الأول كما ذكرت حضرتك بأن هناك هدف استراتيجي، الهدف الاستراتيجي له مسارين، المسار الأول هذا الكيان لا يريد الشعب الفلسطيني ويريد الأرض الفلسطينية، بمعنى أن المعادلة نقتل الفلسطينيين ونأخذ أرضهم، نقتلهم فرادى أو نقتلهم جماعات، نقتلهم بالفسفور الأبيض أو نقتلهم بالطائرات الأمريكية، نقتلهم بالحصار أو نقتلهم بالتجزئة، هذه هي المعادلة، نقتل الفلسطيني، الفلسطيني الميت أفضل، الفلسطيني الميت جيد،
لكيان الائتلاف، وكذلك الأرض نسرقها بالبلدوزرات بالمستوطنات بالجمعيات في قانون الغائب. هذه هي المواقف. لكن في المقابل كنا نتناقص مساء هذا اليوم في لماذا يستهدف الاحتلال الأطفال. نحن ندرك أن طائرات الاستطلاع والأقمار الصناعية لدى الاحتلال تستطيع أن تحدد لوحة ترقيم السيارة، بمعنى أن القائد الفلاني يستقل هذه السيارة من خلال لوحة الترقيم. فكيف تخطئ الأهداف في استهداف الأطفال؟ الاحتلال لا يريد في هذا الجيل الذي شاهد جنرالات إسرائيل وهم يخرجون الملابس الداخلية، لا يريد هذا الجيل أن يحيا على ذاكرة هزيمة كيان الاحتلال كما وصفها ضيفك من واشنطن بالنكسة. هذه نكسة حدثت لكل الترسانة وكل المقدرات الإسرائيلية. لذلك هو يذهب لاستهداف هؤلاء الأطفال، لا يريد لهم أن يحيوا أو أن يعيشوا. القضاء على حماس غير ممكن بالوقائع. 87 حاول في 96 عندما جاء بالسلطة الفلسطينية واعتقلت كل قيادات قوات الحماس، لم يفلح. في عام 2000 انتفاضة الأقصى لم يستطع. انتهى العام 2004 باغتيال كل قادة فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيهم حتى ياسر عرفات. ما الذي حدث بعد 2004؟ فازت حماس بعد عامين في عام 2006 بانتخابات تشريعية برعاية أمريكية وبمباركة دولية، وقيل بأنها انتخابات نسية. فازت بالأغلبية. حتى قبل يومين فقط أحد المواقع أجرى استطلاع رأي يريد أن يستطلع هل حماس تمثل الشعب الفلسطيني أم السلطة أم من. كانت النسبة أنه أكثر من 58% من الآراء تقول بأنه حماس تمثل الشعب الفلسطيني مقارنة بالسلطة الفلسطينية التي لم تحصل على أكثر من 4%. لا فرق بين المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية. فقرت حدثت عن التدمير، هناك أكثر من 12,000 سكنية تم تدميرها. لو قلنا أن كل واحدة سكنية هي 5 أفراد، نحن نتحدث عن عدد مهول جدا من أبناء الشعب الفلسطيني. هناك معادلة، يعني في إجازة معادلة من الشق الأول، أنه الحاضنة الشعبية منحازة للمقاومة، منحازة للاشتراك، منحازة للمشاكلة. كانت حماس ولا الجهاد ولا فتح ولا اليسار ولا اليمين، ما في صحيح. نعم. المعادلة الثانية معادلة الثأر، ما لم يفهموا العدو وما لم تفهموا تل أبيب وما لم يفهموا العالم أنه قضية الثأر لدى الوعي الفلسطيني. هذه الجرائم وهذا القتل. أنا مضطر أن أذهب للختام، يعني بقي الوقت قليل جدا. أستاذ سعيد عريقات، بعد كل هذا الإجرام والمجازر الإسرائيلية في غزة وما نشاهده، هذه الصور المروعة، كيف تقرأ تفاعل المجتمع الدولي مع هذه الجرائم؟ وبالتالي يمكن أن يقول هنا شعب فلسطيني يباد. أولا يقال ذلك اليوم، شهدت العاصمة الأمريكية مظاهرات عدة خاصة من قبل اليهود الأمريكيين، احتلوا مبنى الكونغرس وسجن منهم حوالي 300 أو 310 متظاهر. كان هناك مظاهرات قوية جدا خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء، وكان معظمهم من اليهود الأمريكيين. يعني وهناك مظاهرات في شيكاغو، في لوس أنجلوس، في كل مكان. رأينا مظاهرة مليونية في لندن. هناك وعي، لأنه يعني ما النهج الذي يتخذه الإعلام العام، ما يسمى بالإعلام العام شيء، وما يستطيع المواطن العادي الإنسان العادي عبر العالم في الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة من الحصول عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي شيء يختلف تماما. فنحن نرى أن هناك وعيا قويا تجده في لدى طلاب الجامعات بشكل كبير، لدى المثقفين، لدى وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا. فنعم، يعني هناك رؤية حقيقية للمزرعة التي ترتكبها إسرائيل. شكرا جزيلا لك السيد سعيد عريقات، الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك السيد ثابت العمور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة، والزميل أكرم دلول، مراسل الميادين في غزة. الشكر موصول لكم مشاهدينا. هذه التغطية انتهت. على رأس الساعة المقبلة سيكون معكم الزميل أيهم بني مرجة. يا الله
الله.